باعتصام أمام النائب العام احتجاجا على الإجراءات التي قامت بها النيابة بحق المحامين والمواطنين. حصل بأنهم قامت النيابة وبحضور النيابة وشرطة مكافحة المخدرات بتوقيف محامي وزميل دكتور وزميل آخر، ولا نعترض على توقيفه أو إجراءات القانونية المتخذة ضده، ولكنه جرى تفتيشهم عراه، وهذا ما يخالف حقوق الإنسان وما نطمح له جميعا من حفاظ على حرية المواطن وحقوقه. ولا اعتراض لنا حتى لو قدموه إلى أي محاكمة، وبعد تفتيشه جرى بإطلاق سراحه بدون أي تهمة أو مخالفة. حجتهم أنه هناك سيارة تقف أمام مشبوه، كان أولى عليهم أن يعتقلوا هذا المشبوه قبل سير السيارة باتجاه بيت لحم. وعند إيقاف السيارة كما ذكرت معلوماتهم بأنه تم إيقاف السيارة وتفتيشها تفتيشا دقيقا وتفتيش المحامين والمحامي والشخص الآخر، ولكن اعتراضنا هو لا يجوز تفتيش أي مواطن بهذا الشكل مخالف للقانون وعاريا. سنستمر في مطالبنا من أجل ترسيخ هذه المبادئ، ولن نسمح لأي أحد يتطاول على حق المواطن وحق المحامي مهما كلفنا ذلك غاليا.